صباح الخير صباح الخير صباح الخير، اخباركم ايه؟ كله تمام، مفيش تلج النهارده الحمد لله، بس الجو برد. يلا نبدا اليوم الجميل بتاعنا. انا رايح الكورس كالعاده وهكمل الفيديو ان شاء الله بعد الكورس. اتمنى فيديو النهارده بقى يعجبكم، ولو عجبك ما تنساش بقى تعمل لايك، تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل، تقول ايه، تشترك في القناه. وسع نفسك يا نجم، ولا دلع نفسك يا نجم. صباح الفل، يلا نبدا الفيديو. الاشاره الرخمه على الصبح يا فتاح يا عليم، يلا بينا. خرجت من المحطه، الجو مغيم بطريقه غريبه قوي. على فكره الجو كده بقاله مثلا بتاع حوالي 4 ايام بهذا الشكل، مفيش شمس، والتلج ينزل بالليل الهموش ده، والصبح باي باي، لان الجو اصلا دافي يعني مش ساقعه زي ما انت متخيلها. 1 تحت الصفر واتنين تحت الصفر ده ولا اي حاجه يعني. النهارده عاوز اجيب قهوه من الكافيه اللي انا بشتري منه. اجيب قهوه ونكمل ان شاء الله. جبنا القهوه خلاص الحمد لله، والاشاره فتحت وزي الفل. بصوا الميدان عامل ازاي ما شاء الله، اجواء ظريفه قوي على الصبح لما تشوفها. بس اهم حاجه تكون بقى مدفي نفسك يا نجم، زي ما قلت لك بقى مش هقعد اقول لك كل شويه خلي بالك من صحتك، وخلي بالك من بردك، وخلي بالك من غطاك، وخلي بالك من كلسونك وكوفيتك وشبكتك وخطوبتك وايه تاني. بس خلي بالك يا نجم وخلاص، اهم حاجه تظبط الاداء، اوعى تنسى الايس كاب بتاعك، اهم حاجه. اتفضلوا قهوه يا شباب، اتفضلوا. صباح الفل، احلى حاجه القهوه الصباحيه. اشرب لك بقين كده قبل ما تروح الكورس بتاعك، او قبل ما تروح الشغل بتاعك، المهم ترزع قهوتك يا نجم، عشان الحياه من غير القهوه العدمه من غير سكر ملهاش اي طعم. ووصلنا للعماره اياها، وبعد العماره اياها الكورس على طول. يلا 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 يا شباب، صباح الفل. اشتريت الفلاشه دي يعني 32 جيجا، محتاجها في شيء اخر. اشتريت الفلاشه 32 جيجا ب7.5 يورو. بص انا مش محتاج الا 32، امبارح اشتريت 128 جيجا، مش برضو مش محتاج 256، انا محتاج هذه المساحات بس، كل واحد ادرى بالحاجه اللي عنده، فهمت؟ يلا بينا نسرع نسرع عشان نتعلم. صباح الفل. يعني حاجة حبيت أقول لكم عليها، وكله مش فلوس، يعني الفلاشة بتاعت امبارح 128 جيجا مش فلوس، والنهاردة برضو مش فلوس، أهم حاجة مصلحتك تقضى. امبارح حملت الحاجات اللي أنا كنت محتاجها، والحمد لله الدنيا اتظبطت. يلا يلا إيه، أنا عاوز بنك عشان عاوز أصرف فلوس من البنك. فين 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 فين؟ طيب خلينا نستنى بس الإشارة لما تفتح ونلحق بسرعة الكورس، عشان انا مستأذن 15 دقيقة بس. و صباح الفل صباح الفل صباح الفل. عدينا على بنك؟ لا لسه ما عديناش على البنك. البنك لسه في البناية اللي هناك دي، اللي هي مكتوب عليها سبار كاسا. نصرف فلوس وبعد كده الله كريم. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. سبار كاسا هو، عاوز اصرف فلوس اهي من حسابي بالدولار في اوكرانيا. والله كريم. ايه ده انت عندك فلوس في اوكرانيا؟ والله عندي فلوس في اوكرانيا، وعندي في مصر، وعندي هنا، الدنيا اخر حلاوه واخر فله الحمد لله. اما بنعمه ربك فحدث، كله خير من الله، اللهم صل على النبي. يلا يا عم يلا يا عم، اتكل على الله يا عم الحاج، وانت عامل زي بتاع كده. يلا يا باشا اهو، شايف يا باشا، وادي البنك اهو سبار كاسا. خش نصرف وبعد كده الله كريم. درس اليوم درس اليوم درس اليوم. صح؟ شايفين؟ والله شوفوا يا جماعه الشتاء عامل ازاي؟ يعني مش عايز اقول لكم ما شاء الله، دي غابات يا جماعه، والدب الفضي هيجي يخبرنا. لا يا راجل، لا لا لا، هيخرج من البادئ ده تعبانين.
تعبانين. بص الطريق عامل ازاي يا جماعه، بصوا الغابه ما شاء الله، يعني حاجه اخر روعه. بس ليه عبد الله بيمنعوا الناس ان هم يخشوا الغابات لوحديهم؟ خافوا عليهم بيكون اه كلها اشجار وبتاع دوت ونباتات عاليه كده. يمكن انا وريتكم في الغابات اللي في اوكرانيا كنت بخش والله العظيم. اه بالظبط والله العظيم يا عبد الله، كنت في اوكرانيا اخش الاعشاب تقريبا بتبقى متر بغرز كده في البتاع دوت في الارض عشان اعدي اماكن ما حدش دخلها مثلا من 10 سنين، موحشه جدا. بس صراحه ما شفتش، الحاجه الوحيده اللي شفتها في الغابه هي اللي هو البتاع ده، هو السنجاب والتعابين، مش سامه لونها اسود كده، واخد بالك؟ هي دي بس اللي شفتها في الغابه. لكن لا شفت ديابه، يعني مره واحده شفت خنازير بس كانت بعيده عني، خنازير بريه. انا لا ده في الصيف كنت بنزل، في الصيف. بصوا يا جماعه المنظر عامل ازاي ما شاء الله. الله عليكم الله عليكم، منظر رائع رائع رائع. طب احنا راكبين الاتوبيس ورايحين على الفرانكت سنتر. انا وعبد الله بنتمشى كل يوم على الله، صح؟ ساعات شمال ساعات جنوب ساعات ما بتفرقش معانا الاماكن، ولا بيفرق معانا حتى احنا رايحين فين او جايين منين، مش هتفرق. ليه؟ لان انت بتركب الاتوبيس وبتستكشف، شتاء بقى صيف مش فارقه، هنج اديها ربك يسويها. الإيطالية هي جات اهي، ولا ولا الأسبانية. الجو يا جماعة جميل جميل جميل، يعني التلج بصوا اللي هو الهاموش، بصوا اتجمع فين اهو شايفينه، يعني ده بس المكان اللي هو متجمع فيه التلج، او جوه الغابات عشان الناس ما بتبقاش ايه دخلت الغابات كتير، انت واخد بالك؟ لكن الشوارع العامة زي ما انت شايف، بص ولا كأنه شتاء ولا كأنه تلج ولا كأنه اي شيء في اي شيء. موضوع سهل وبسيط خالص 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 خالص. اتكل على الله يا عم الحاج، يلا يا سواق يا شاطر ودينا القناطر. لا يودينا مكان قريب مش بعيد، يعني شايفين. انا بس بوريك الجو، بصوا الخضار في الشتاء سبحان الله، عشان المدينه اللي انا عايش فيها مش بارده. يعني في حد كان سالني قال لي مدينة نورنبرج جواها ساقع؟ لا جواها مش ساقع خالص، وادينا عايشين الحمد لله. المهم انتوا طمنونا عليكم، اخباركم ايه واحوالكم ايه وخططكم ايه، ووصلتوا لحد فين في التعلم اللغة الالمانية او اللغة الانجليزية او اللغة الروسية او اللغة الاوكرانية. في ناس كتير قوي بتقول لي يا خالد انت فتحت نفسنا على التعلم، ربنا يوسع عليك يا حبيبي. البني ادم يفضل طول عمره يتعلم بقى خبرات من الحياه، يتعلم لغات، يتعلم صناعات، يتعلم في الكليه، يتعلم في المدرسه، يتعلم في اي مكان، المهم هيفضل طول عمره يتعلم، ويموت المعلم ولا يتعلم. صباح الفل. رايحه فين يا نجمه؟ صباح الفل. شايفين السماء عامله ازاي يا جماعه؟ بصوا ملبده بالغيوم، يعني تحس ان السماء بتمطر خرافين ميه ايام والشهور والسنين من كتر الميه اللي جوه السماء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بص جو يخليك تستمتع، لو مشيت على رجلك هتستمتع، لو ركبت اتوبيس هتستمتع، لو ركبت قطار هتستمتع، لو ركبت مترو مش هتستمتع، هتستمتع بس باشكال الناس اللي حواليك، لكن مش هتشوف الطبيعه دي. يعني بيبقى في محطات بتبقى في خارج الارض، ممكن تشوف الطريق والشارع والدنيا، لكن معظم مترو الانفاق بيبقى تحت الارض. طبعا كلنا عارفين الكلام ده، مش محتاجين يعني قواله ولا كلام. وقربنا على المحطه اللي احنا ننزل فيها. انا رايح اشتري شاي، فاكرين من امتى انا اشتريت 3 بكاوي شاي اللي هو الربع كيلو؟ يعني فاضل دلوقتي تقريبا نص اخر واحد، يعني فاضل تقريبا ربع كيلو شاي عندي في البيت، فطبعا محتاج ان انا اشتريه جديد عشان ما احتس، لاني ما بعرفش اشرب غير هو الشاي ده اللي هو شاخ. وديها زي الفل. النوع ده من الشاي اللي انا بشربه بس موجود في المحلات الروسيه، لان هو شاي روسي، وانا ما بتفرقش معايا روسي ولا اوكراني ولا هندي ولا الماني، المهم انا بشتري الحاجه اللي انا عاوزها. عند الاوكران هشتريها بفلوسي، عند الروس هشتريها بفلوسي، عند الالمان هشتريها بفلوسي، بس المذاق بقى فين؟ عند الروس.
الله لا يوفقهم الروس، والله لا يوفقك يا بوتين، الله لا يوفقك يا شيخ. صباح الفل الشيخ ابو علي بوتين ده، احنا بنشوف حاجات تضحك والله يا جماعه. تحس ان الجو خريف يعني، بص تحس ان الجو خريف، شاف ورق الشجر من الخريف اللي فات مرمي على الارض في وسط النجيل. خلاص احنا وصلنا، ننزل وبعد كده الله كريم يا شباب. المحل اللي هو الروسي او المجازين الروسي او السوبر ماركت الروسي في محطة لانجوفاسا نورد، ماشي. بنزل هنا على الاوبان اللي هو او اينز، ماشي. اهو لسه ماشي اهو الاو اينز ده، معروف بالنسبة للناس اللي عايشة هنا في مدينة نورنبرغ. باجي اجيب اللي انا عاوزه وبمشي، ما بشتريش حاجة غير الشاي، شاي بس، لانه ما بلاهوش بره بجد. والمحل مفيش تعب ولا اي حاجه، انا بنزل كله سلالم اوتوماتيك، وبروح على ايه، على المحل الروسي. وريته لكم قبل كده، مش فاكر اسمه، ماكسيم حاجه كده تقريبا يعني، انا مش متذكر اسمه قوي بس طبعا عارف عنوانه. وباجي كتير. ده البنك اللي انا عامل فيه حساباتي هنا في المانيا اللي هو سباركاس. في بنوك كتير بس البنك ده كويس. وسألت ناس كتير عايشة هنا قالوا لي يعني معقول، خدماته يعني مش متعبة. ده طبعا مش موضوع، احنا بندردش بس مع بعض لحد ما نوصل المحل الروسي. المحل الروسي تحت النفق ده على طول، او تحت الكوبري ده، او تحت السلالم دي على طول، ماشي. اهو بص اسمه ميكس مش ماكسيم كمان، اهو هو ده اهو. يلا هم محلين جنب بعض، دي واحد وادي التاني. خلينا ندخل نشوف موضوع الشاي دوت، وبعد كده نكمل طريقنا على اللي احنا رايحينه. وادي المحل الروسي التاني، الاتنين روس على فكرة، حتى اللي جوه الكاشيرة بيتكلموا روسي، كلهم بيتكلموا روسي سواء هنا او هنا. وزي ما انتم شايفين حاطين الفاكهة ما شاء الله عليهم، لا البلد قفلت لهم المحلات بتاعتهم وقفلت لهم المشاريع بتاعتهم، ولا جت ناحيتهم وسايبينهم ياكلوا عيش في بلدهم اللي هم مين بقى، الروس. وصلت يا باشا؟ وجينا والحمد لله ما لقيناش الشاي اللي احنا بنشربه. والله ما هي دي بقى المواقف الرخمه اللي بتحصل، ان انا باجي والشاي مبقاش موجود في البيت، فما بلاقيش طلبي. ده نوع من الشاي هو نفسه، ولكن ده 100 جرام شايف، التاني 450 جرام، فمش اشكال بس بينزلوه عادي. هو تمنه التاني تمنه كام على ما اتذكر، تقريبا اللي هو 4.45 سنت او تقريبا 5.45، مش متذكر السعر صراحة. افتكروا بقى انتوا اشتريت 3 ب16 يورو، هو ده. بس طبعا مش موجودة وفاضي، لانه عليه سحب كتير جدا النوع الشاي ده. انصح اي حد موجود عنده الشاي ده، اشرب يا باشا. لو انت بتشرب الشاي الاسود اللي هو زي الشاي الموجود عندنا في مصر او موجود في اوكرانيا اللي هو شاي احمد، سيبك بقى من الباكت ده والكلام ده كله بالاعشاب والحاجات دي كلها، اوانطة كل ده اوانطة. انا بجيب لك النهية اللي هو شاي شيخ، ماشي. يلا خلاص نمشي بقى، مفيش لينا حاجة. جبت اهو 2 عبوتين ب7 يورو تقريبا. المهم الحمد لله خلاص مش اشكال طالما جيت هنا بقى. ما هو ده اللي انا بحكي فيه، لما بتجيب الحاجة بتاعتك بزيادة فبتكبر دماغك، وقت ما تكون موجودة بتجيبها. فعلى الحظ الشاي قرب يخلص، ممكن فجأة كده وانت قاعد ونفسك في كوباية شاي متينة من اللي وصى عليها الحكيم لقمان، فبص تلاقي نفسك ما حصلتش الشاي بتاعك، هتضطر ان انت تشرب بقى في نوع شاي تاني موجود في البيت. اقول لك ايه، بشربه دماغي بتصدع فوري والله العظيم، سبحان الله. وايه هنعمل ايه بقى، الحمد لله. اهم حاجة تقضي الغرض وخلاص، مش اشكال الفلوس، ما احنا كده كده بنصرف كتير وقليل. زي ما انتم شايفين المصاريف هنا فظيعة فظيعة يا جماعة، فظيعة والله فظيعة، الحمد لله. وصابرين ومحتسبين وبنقول يا رب ان شاء الله باذن الله يصلح الحال والاحوال. يعني ده اعتبره نهاية الفيديو النهاردة، لان بصراحة لازم اروح البيت وتعبان جدا والله النهاردة اول الاسبوع بقى. صباح الفل، هحطهم طبعا في الشنطة مش همشي بيهم كده، انا قلت بس عشان ايه، لما اريح المحطة
حطهم في الشنطة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. صباحكم جميل، صباحكم حلو، صباحكم فل، صباحكم ورد وعسل، صباحكم إيه، صباحكم كل حاجة حلو. يلا السلام عليكم.